الكنديون والأمريكيون. مع الوزير ربما بيتكلموا على ما أطلقوا عليه ما بين قوسين الإجلاء الطوعي، يعني إنه في ناس عايزين يمشوا أصلا من غزة، هم بيقولوا كده دلوقتي، بيروجوا لهذه الرواية الكاذبة. ما تردش عليهم، هم مرتبكين. أقول لك نتنياهو من أول ما بدأت الحرب لليوم يتحدث بلغات متعددة، نعم، بمواقف متعددة، نعم. مرة احنا مش هنقعد في غزة، مرة لا احنا نفضل في غزة، ومرة احنا هنعمل هذه المنطقة بقى في الضفة الغربية، نعم. هذا دليل الإرباك اللي واقع في أعلى مستويات القيادة والقرار في إسرائيل، نعم. لذلك يجب أن ينظر بصورة موضوعية. نحن كفلسطينيين مطمئنين، نعم، إلى أن القضية بخير. صحيح نخسر وهذا قدرنا، نعم، في بيوت دمرت، في، نعم، مواطنين استشهدوا، في 6000 طفل قتلوا، كل هذا يؤلم القلب، يؤلمنا ويؤلم إخواننا المصريين والعرب والمسلمين وحتى البشرية ككل، نعم. لكن في نهاية المطاف ليست إسرائيل من يحدد إيقاع المنطقة. أنا أرى أن هنالك إمكانيات قادمة لكي يجدد العرب جهدهم، ومصر لها القوة المركزية في هذا المجال لكي يقدموا ويفرضوا على الأمريكان والإسرائيليين حلا جذريا للقضية الفلسطينية، لأنهم عاجزين عن يحموا أنفسهم. كانوا يسوقوا للخليج أنهم بدهم يحموا الخليج من إيران، تبين أنه من حماس اللي هي عددها محدود للغاية جاءتهم أساطيل من أمريكا لحمايتهم، أصبحوا حقيقة عبئا على الأمريكيين وعلى غير الأمريكيين، وليسوا كما كانوا يسوقون لأنفسهم ضمانا للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. مع الوزير ربما هم بيحاولوا حاليا إحداث فصل ما بين غزة وما بين الضفة الغربية، وبالتالي احنا بنتكلم النهاردة على العالم بيتكلم رجع بشكل قوي حل الدولتين على حدود 4 يونيو عام 67، دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. مسألة الحديث عن الفصل انه غزة لوحدها والضفة لوحدها، ماذا عن هذا الامر؟ يعني هذا هو قائم الان، قائم جغرافيا، قائم لوجستيا، ولكن ليس قائما لا اجتماعيا ولا سياسيا ولا بأي شكل من الأشكال. نعم. الاتصال بين الضفة وغزة يكاد يكون مستحيل، نعم، لأنك لابد أن تمر مسافة طويلة داخل الأراضي الإسرائيلية، نعم. إذا بده يروح المواطن الفلسطيني إلى غزة بده يطلع القاهرة، من القاهرة يذهب إلى هناك، وأحيانا بيصير تصريح لعدد محدود جدا للغاية. الفصل قائم، ولكن هذا فصل قصري، فصل احتلال. الفلسطينيون موحدون، نعم، بوجدانهم حتى السلطة، نعم، لعلمك. يعني صحيح صار عندنا مشاكل كثير نتيجة اللي انت بتعرفه كويس، نعم، قبل الانشقاق، نعم، والانقسام وما إلى ذلك، نعم. لكن في نهاية المطاف نحن كفلسطينيين موحدين.